مش بابا، أنا مش بابا. يا قاسي يا بابا، هيك بتعمل فيي؟ يا عمي روقي شوي، أنا مش ممكن كون بابا. شو ممكن تكون لكان؟ ممكن كون كاردينال. شو ما كان حتى ماما، لكن مش بابا. ولو يا بابا، فتشت عليك كل هالأيام لتقلي إنك مش بابا. إيه بس أنا ما صار إلي زمان مجوز. تاني مرة مش من زمان، بس أول زواج من زمان. أنا غلطت وتجوزت مرة والتوبة، معقولة أرجع أوقع تاني مرة؟ بعرف بعرف، بعدك زعلان من الماما لأنه كانت تعذبك وما كانت تلفي على البيت إلا لما بدها تنام. شوفي يا ندى، إذا كان حدا بيعتك قولي لي، وشو طلبك أنا بعمل لك إيه، بس قصتك منا مزبوطة. شو بدي أعمل؟ قلت لستي حتى طول بالي. بابا، بكرة في فيلم كتير حلو اسمه قبلة في الليل، بتخليني روح أحضره مع أصحابي؟ لا، ما في تشوف هيك أفلام لأنها بتنزع الأخلاق ومش مدروسي، وبعدين المسار. بس لا لا، أنا شو دخلني؟ يا عمي روحي مطرح ما بدك. يعني رح أفقع قبل ما تقلي إنك بابا. شوفي يا ندى، بدي خبرك سر. شو هو؟ أنا ما بجيب أولاد. روح اسألي الدكتور تدرس. بعد الحرب ما بتجيب أولاد، بس قبل الحرب كنت عال. بعرفي رح بتدوخيني. أنا بدي خبرك سر كتير مهم. قالت لي ست. شو قالت لك ستك؟ قالت لي ستي إنك رح تطول حتى تعرفني، لأنك بالزمانات واقع على راسك وانصبت بفقدان الذاكرة وبعدك بتضيع من مرة لمرة. شو قالت لك ستك؟ أنا منصاب فقدان الذاكرة؟ إيه؟ يعني ممكن حدا يمضي عني ويقول أنا ماضي؟ معلوم. لا 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 لا، وبدك تقولي إني تجوزت بلا وعي؟ مش مهم، كل اللي بيتجوزوا بيتجوزوا بلا وعي. إيه إيه، كل شي شفت هالكم سنة ما جنيت، لكن أنت رح بتجنيني بالمرة. دخيلك بابا، حافظ على هدوءك. هدوء؟ 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 هلأ ممكن يكون أنا هون وأنا عم بمضي هونيك؟ لا 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 يا سعيد، ما تمضي، تركوني أحكم. ولا يا دكتور تدرس. بابا يا بابا فريان. ما تتركني يا بابا. سعيد يا فريان. لا لا، وين الجنة؟ شفتي شفتي الحاكمين كيف وندوخنين؟ على طول مش واعيين، على طول السنين صار بده النفتالين. عمو نايف انت هون؟ انا معك على طول على طول. دخلي كندا، مش احلى الواحد يدوخ من الشرب من انه يدوخوا العلم. شفت يا حرام هالبابا قديش منرفز، اولك بيصير له شيء؟ من هالناحيه ما تخاف عليه، لو بده يصير له كان لازم يكون صار له من زمان. انه هيك كلهم بدلون يعذبوا فيه؟ ايه بس هو ما انه هين. اخي شليتي عالفكر، عليه اعصاب ولا ابرد من هيك، مثل التلج. لو شفتي اوقات هبت معه ندفة. تعرف يا ندى، قصتك بتدوخ قد ألفية عرق. يلا خطركم. ليلى ليلى، من الهاتف الداعي؟ أدنقل أنا. أهلا ليلى، كيفك؟ شو بك زعلانة؟ دنقل. شو بو دنقل؟ دنقل ما بو شي مثل الترين، بس هي بقى شو بها؟ تحبه. صحيح يا ليلى. طب وليش زعلانة؟
عجيب الناس يا عمي عجيبي، بفتشوا عواجي على الراس تفتيش، بحبوا تيزعلوا، لو ما بحبوا ما كانوا بيزعلوا مثلي انا. بدي اقول لك شيء ومستحيي. ايه انا كمان مستحيي بلطون. قولي ليلى ولو، انا بحبه لدينجول، وعم بيقولوا انك انت وياه بتحبوا بعضكم. حب؟ انا فاضية للحب. كل همي فتش عبيي. بعدين دينجول مش اكتر من انه شاب طيب، حب يساعدني حتى قابل بيي. شفتوا؟ قلتلكوا عم تكذبوا علي.
انت سعيد ولا لا؟ بلا سيدنا انا سعيد. شي مرة عيطت لك يوسف بدل سعيد؟ ابدا ابدا سيدنا ابدا. شي مرة عيطت لمرتي فريال سوسان بدل فريال؟ ابدا سيدنا. ولو انت بتنتبه. مع كل هالانتباه بيقولوا عني اني عم ضيع. ها اذا قضية تضيع انت بتضيع شوي سيدنا. يعني نلا معها حق. بشو؟ ستة قالت لأني واقع على راسي وانصبت بفقدين الذاكرة. بهالحالة كيف بدي ثبت اني مش مجوز مرتين؟ ابدا سيدنا ابدا. الذاكره جديد خلنش. بعدين نسيت سيدنا اني رفيقك من ايام المدرسه. لكن يا سعيد انا دايخ عم ضيع دخيلك يا سعيد. حجي دكتور تدرس شو هالتاخير؟ كنت رح روح من بين ايدي. خير ان شاء الله. البارحه كنت مثل عنتر. اليوم بعد بيجيبوا لك سيره عنتر. بدي يكون مثل ستيف أوستن. طيب اللي شو اللي جد معك اليوم؟ اللي جد أنا زلمي دايخ عم ضيع عم يمضوا عندي. لا 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 عم بتضخم الأمور أكتر ما هي. امبارح عشية كانت نتيجة فحصك روعة. صففت هالضوء شوي وحطيت كيس وقعدت أقراها. يعني أحسن من قصيدة شعر. كوليسترول. ليبيتاتا. تريغليسيرين. ما في احسن من هيك نتيجه. معك شويه ميكروبات من المي. هيدي اشياء تعودنا عليها. يعني انا منيح. سوبرمان. ستيف اوستن. وندر وومن. هاش خايف؟ طيب مش رح تفحصني شوي؟ اكيد. قل شو عم بتحس من جديد؟ عم بحس بدوخه بعد لك. شو؟ كمل. وبس اشرب بحس بنفخه. كيف؟ وبعدين؟ وبعد ساعه من الاكل بحس بتعب. لا 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 شو القصه دخيلك؟ ولك انا عم بحس بذات الشيء. شو قالكم؟ بنصحكم يا حكيم تشوفوا حكيم. لا لا هيدي اشياء ما من اي عقلنا عليها. امبارح بالضبط اجاني مكتوب شكر من انجلترا بيقولوا لي فيه الى زغلول الطب في لبنان الدكتور تادو. نشكركم على تخليص اخونا جون من الموت. كيف صارت؟ مره انا وعم اتصيد سمك بالعصري واذ بشوف رجال راكد بده زيت حلو بمطرح عالي اتكمشت فيه وتصرخ تموا علينا الناس واخدوه. يا سلام عالطب شو تقدم. دكتور تيدروس عصير ستيف اوستن وسوبرمان ما فيك تسالي هالعلماء اذا بالامكان اقدر صير ساعه اللي بدي الرجل الخفي؟ ما فهمت؟ يعني صير اختفي وروح مطرح ما بدي بدون ما حدا يشوفني. فهمت فهمت. يا سلام على الافكار الجهنميه. ايه كله معقول ما كله معقول. ولما بصير اختفي ساعه اللي بدي ساعتها بعمل لك مشوار من الجنوب للشمال وبنظف لك هالبلد تنظيفي ما لها اخر. يا سيدنا وبعدين بفوت على الفران كمان انا ومختفي وبشوفهم بهالليل كيف عم يعملوا الخبز طحين مزغول كف على رقبته اللي عم يعملها بينقذ بيطلع ما بيلاقي حدا بقول له انا ضميرك ما في حدا غريب. يا سيدنا يا فحل. عالبنزين كف. عالمزود كف. ردوا معي المحتكرين كف. متعهدين طرقات كف. اللي بيتاجروا بمعلبات عتيقه كف. كلب مهيبه لبطه وكف. واو واو واو. او هلا صار فينا نكمل الفحل. دخيلك دكتور تيدروس. الحقوني دكتور تيدروس. دخيلك دكتور تيدروس. ندى ندو ندواتو. أهلا أنت هون؟ إن شاء الله أنا أعطي البابا أني بنته. كله خير بس لازم نتعاون سوا لحتى نوصل للأمل المنشود. مش هيك عينا؟ أكيد أكيد. طلعي فيي منيح. هلأ بدي نيمك تنويم مغناطيسي وسافر أنا وياكي بطفولتك وشوف من وقتها لهلأ شو عملتي. يا مامي هلأ بطلب منك تتنفسي براحة وهدوء وتنسي كل يلي حواليك. غمضي عينيكي. هدوء. رولوكس. كل شي حولك مش موجود. ابسلي موغيا صوتي بس. ندى ندى ولك نيمت ولك برافو. انا جسويد ووي انا شو هالحكي يا عمي. بس كيف بدي وعيها ندى؟ بس بدي وعيكي بفقشلك ثلاث فقشات بتوعي يعني هيك. شو صار لك؟ مش هلا رجعت تنامي. روحت الكونسنتريشن كله. بليز ندى ركزي معي. فيكس ان ذا ايز. نيالك في نايم. اسلم لي هالنوم. انا ما بخليني نايم لليل ولا نهار قد ما عينه لبرا.
شو مزبوط عينه لبرا؟ بدي بابا. ايه يا قلبي ايه يا روحي، هلا بيجي البابا. بس ندى خلينا نحل مشكلتي قبل مشكلتي. بونبوني تكرم عينك، رح اجيب لك كيس بونبوني. بس خبريني نايف بحب حدا؟ ايه مين؟ الماما. عم تضيع اف زيت؟ لا صحيح زيت. خبريني نايف كان عند مهيبة امبارح حتى رجع على البيت مكشر وتعبان؟ اوه سهروا عدو خفيف؟ ايه قرب صوبة؟ اه ياي شو بدي اعمل فيك يا نايف ياي. رقصوا؟ اوه شربوا؟ ايه طفيوا الضو؟ اه بس حقيقة اسم الله حولي يخزل عين عني كيف عم خلص معها. يعني الدكتور جرين دايزر كله سوا ما كان قدر طب معها ولا طبة. ندى أكيد يا حياتك أنت تحب الغنى أنت وصغيرة. أنسيفون شو حياتي؟ أنسيفون أنسيفون تكرم عيني أنسيفون. هيدا اخر سؤال، البابا كان يضربك انت وصغيره؟ لا انا كنت اضربه. وات كيف هاي؟ هيك شو هيك؟ ندى ندى ها عم فقش لك وعينا. ندى 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 ويتو حدا يفقش معنا دخيلكم يا جماعه. ندى ليكي الله الله ندى ليش عاملين هيك؟ فريال شو هالركض؟ بروده النظام وجمود القانون حسيته رح يقتلوني، حبيت اتسلى انا وندى. انت مين؟ مرت الحاكم. صحيح فزن ساعديني دخيلك، خلي يقتنع اني بنته. نايف اكيد يا حياتي انت منك مجوز قبل بمره، لاني حابه ندى تبقى معنا. بالصراحه عم بتمنى اني يكون مزبوط عم ضيع وكون منصاب بفقدان الذاكره وكون مجوز قبل ببارنا وتكوني يا ندى بنتي، لانه هالقصر كبرت فيه الوحده والسكوت وانا وفريال بنحب الحياه. يعني رح تقبل نايف؟ مش قضيه تقبل، اعطيت امري حقي اقولي بكل اوراقي من اول ما خلقت لحد هلا. صحيح وحياتك صحيح. وطلبات الناس اللي وعدتهم اني حققلن اياها على اساس انت بيي؟ طلباتهم صارت عندي وصارت همي، وخاصه لما عرفت انك مهتمه بالامر. وبكره يا ندى رح نجتمع بالجلسه الكبيره ونبلغ الاهالي انه طلباتهم تحققت،
وبتكون وصلت لي المعلومات مفصله عن قصتنا انا وياكي، ومنوضح قصتنا لاهل البلد. يلا يا ندى مشي معي. سيدنا سيدنا كيسك كيسك. شو بعدك بتسكر؟ نعم بعدك بتسكر؟ ايه طبعا طبعا بسكر تنسى. ليش بعد ما نسيت؟ بنسى حياتي اللي شردتها حضرتك، وعشر سنين حبس سبتهم علي بشهود زور اشتريتهم بمصريتك يا ليفك. يعني مش مقتنع انك كنت مذنب؟ مذنب مذنب غيالك كيف بتنام بهالليالي وضميرك مرتاح؟ صحتك هي عارس مره على راحة البال. بيقول المثل يا ابني ما زبالي تاردي كنونكا. حيش تحكي؟ يعني ميوفو تار كو جامي. لا يعني بالعربي ليت للبراق عينا لترى. لو لو اذا بدون عنيني وفيلسوف كيف ما عنيني؟ مش افكر لك بلا. الصحو حلو خي نايف، الصحو مثل السكر. ما بفهم. يعني لما الانسان بيكون عنده صحو كبير بيصير يشوف الضوء عم بشع. مثل السكران اللي بيصير يشوف شعاع الضوء. يا رب تنجينا. ليه؟ لو سميه؟ سميه قول. سميه بتعرف انك انت واحد مهم؟ تصور انك بتحكي وما حدا بيفهم عليك. ايه شو فكرك هيك وصلت لها؟ هيا وين كنت بدي خلص معك بهالزمان انا يا عمي؟ بشرفي بشرفي بشرفي. هيدا عشوائي بانك انت ادم. ايه منيح اللي انت قلت، واحد غيرك انحبسك بدون محاكمة. هيا محاكمة يا عمي، هيا محاكمة. انا كنت نايم وعيت لي تحالي بالحبس. ما على قد ما بعزك، حبستك بلا طني ورني. الله يعزك شو بحب، الله يعزك شو حنون شو رحم شو بحب للبشر. نايف صحوي. نايف أبب. نايف بريزان. لشو الزعل؟ هيك حمراني. أنا اسمي نايف وأنت اسمك نايف. يا عم شو زكي يا زلمة؟ كان في حل واحد، يا أنت 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 تكون نايف الحاكم وأنا نايف السكران، يا العكس بالعكس. وبما أنه الدكتور تدرس منعني عن الشرب انجبرت تكون أنا نايف الحاكم وأنت نايف السكران. اسبلها. معك حق يا عم، معك حق. شو دماغي الكمبيوتر هيدا اللي حلل مظبوط. انا نايف سكران ونايف الحاكم. دخلك ملك نايف وعشو هالزعل زعلان وانا كله مش عم بفهم. انت يا ملعون فيك سكس ابيل من هيك سيئة على هالناس وماشي. ولك ماشي الحق. تعرف ملك نايف قول انه الانسان الادمي تقيل الدم يا عمي. لشو الادمي؟ لشو لشو الادمي؟ هي نايف. نعم تبقى خليني اشوفك من مره لمره. ايه يلا ما في مانع. بس لك انا الساعه 8:30 بيل حتى الاحد والاعياد سجن. خاطرك خي نايف. مع السلامه خي نايف. قطع له قلبه كلب مهيبه. ايه بس منه هين اخو شليتي، اذكى مني بكتير وبندوق بندوق. نسرق الساحات ومنسرق طاسات ومنقضي الليالي دكات ورعبات. نحنا بنسرق الساحات ومنسرق طاسات ومنقضي الليالي دكات ورعبات.
الغالي دكات ورعبات. نحنا نسرقنا طاسي بتزيع الاخبار والناس بتدعي علينا تا تحرقنا النار. كبار السراقين قاعدين ومرتاحين عم يسرحوا يمرحوا وبيمضوا صفقات. نحنا بنسرق للساحات وبنسرق طاسات ومنقضي الليالي دكات ورعبات. لابس اغلى تياب عم ياكل ترقاب شارع وميناياك نحنا عم نتقوص عسرق الطاسات. نحنا بنسرق للساحات وبنسرق طاسات منقضي الليالي دكات ورعبات. نحنا بنسرق للساحات وبنسرق طاسات منقضي الليالي دكات ورعبات. شي حلو شي حلو شي حلو. شو بهن الاخوان؟ سلامتك سعيد افندي. بشوفكن هيك على بعض. سعيد افندي منحب نقلكن انه هالطلبات ما مبين لأي بوادر حل. لشو بايدنا الحل؟ والحل؟ للي بايده الحل. والحل؟ نضل متأملين بالحل. يا سلام على هالحل. مش عاجبك هالحل؟ اشوف غير حل. مرحبا شباب. اهلا. ببشركن قريب الحل. لا على اساس شو من غير شر؟ على اساس انه انا حكيت مع ندى مطولا. خلت حل مشكلتها مع بيا بالاول. انحلت ومش الحال مع بيا وفرحته قده. كيف؟ حكيني كلمتين على جنب. الشيء انا رايح شوف بايدي. شيء هيدا انت دينجول؟ يا عمي ايش بك لحقتيني لهون؟ ولو يا دينجول فيني اعرف ليش عم تعمل معي هيك؟ فوق كل اشغالي والضربات السخنه والشيء بدك ضل قاعد وسايري؟ انا عم قلك تسيرني بس ما عاد تتصبحني ولا تمسيني. دخلك شو متفلسفي وشو رايقه؟ على القليل كوني مدير شوي. مدير؟ شو يعني هلا بطلت اعجبك؟ ولو يا دينجول سيك لما كنت تقلي بحبك تضلي مثل تلميذة المدرسة لبس ببساطة. أنا ونسيت لما كنت تقلي بحب شوفك وشعرك مفشكل مثل ما تكوني واعية من النوم وروح لقيك ويحسبوني مجنونة. أنا ونسيت لما كنت تقلي بلوستك الحمرة بحب تضلي لبستيها وضليت غسلها وإكوية وغسلها وإكوية تباخي. أنا يا عمي مش انت دينجول؟ أنا ايه انت مبلا. ايه وليش عم تعمل معي هيك؟ أنا ايه لا انا اسمح لي لما تصير معلك الكامل نبقى مبحكي. ليلى ليلى يخرب ذوق الملعون شو صاير قوي تروح رضيع قبل السهرة. ليلى ليلى We'll be right back.
اخوان مثل ما تعودتوا على هاللقاء اللي هو لقاء عمل ومصارحة يتوج دائما بغنى ورقص الكلمة لسعادة الحاكم. يا اصحابي نهايات بتكون مرات مفرحة ومرات حزينة. نهاية طلباتكم مفرحة لانها صارت ايدي التنفيذ، بس النهاية الحزينة انه ندى ما طلعت بنتي. ندى اللي جابت الفرح والعيد لمدينتنا، ونيال المدينة اللي بده يكون حكمها نايف بيا لندى لانها بدها تكون مدينة العيد. يا ندى، باسمي واسم مرتي واسم الاهالي منعرض عليك انك تبقي معنا، لانه الفراغ بده يكون كبير بعد رحيلك. صدقيني يا ندى، كل شي قاله الحاكم طالع من قلبي. خليكي يا ندى، خليكي يا ندى، خليكي. يا حضرة الحاكم ويا أصحابي، بشكركن كتير على عطفتكن ومحبتكن، وما بعرف شو اللي شدني على المدينة وحب كتير ابقى معكن، بس صار لازم روح. بيي ناطرني بمدينة تانية ما بعرف حتى اسمها، وبكرة بس لقيه برجع أنا وياه ومنسهر عندكن سوا. ندى خليكي يا ندى، ندى ما تروحي، خليكي. بنت ندى رايحة،
بنتنا ضايعه، هي اخر مره بشوفها، كنت فكها وطحت بها. بالله اني انا بي الحقيقي، واني كنت رح كون حاكم المدينه، لكن حلمها كبير، حلمها كبير، وبحس ببي الحاكم، وبين نايف الحاكم ونايف السكران في القنينه اللي بتكسر الحلم. روحي يا ندى، روحي يا بنتي، خليك عايش بحلمك الكبير، وانا رح ضل حاطط صورتك على الطاوله العتيقه بقط صغير لاخر ايامي. الله معك يا بنتي، الله معك يا ندى، الله معك، الله معك. Thank you.